الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. وقعت على نص خطير لابن تيمية يصرح فيه بمخالفة آبائه وأجداده الصالحين الحنابلة، ويصم اتباع أولئك الأئمة الصالحين الموافقين لعلماء الأمة بأن هذا من قبيل تقليد الآباء والأجداد. الحقيقة هذا النص أرسله لي بعض الفضلاء من الأردن، وفي الأول أصابني ذهول، قلت لعله مدسوس، لعل الكلام ليس ثابتا، فأخذت ألفاظه كما هي وبحثت عنها، فإذا بها مطروقة معروفة لبعض العقلاء من السلفية. بعضهم لا يقبل التقليد الأعمى ويسير كالقطيع، يفكر وإن كان ابن تيمية، وبعضهم يستغرب، وهذه صيغة السؤال التي جاءت إلى موقع أحد مواقع الوهابية الشهيرة الإسلام، السؤال وجواب بسؤال رقم 280553. السؤال هكذا يقول: هل صحيح أن ابن تيمية كان مبتدعا ثم صار على طريقة السلف؟ وهكذا السؤال. استغربوا طبعا الناس، سؤال حقيقة النص غريب، فالناس اختلفوا فيه على أقوال. نحن نقول نعوذ بالله، هل معقول ابن تيمية يعني يترك مذهب السلف الصالح إلى مذهب الكرامية قاصدا متعمدا؟ نعوذ بالله. بعض السلفيين ينبهر، هل معقول يفعل هذا؟ بعض البسطاء يسيرون خلفه على طريقة تسليم المطلق، إن قالها فقد صدق، كما سلم الصحابة لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن استغربوا كيف يكون كان مبتدعا فاهتدى إلى سواء الصراط. نقرأ ما قاله الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 258، والصفحات التي قبلها كلها تدندن حول هذه القضية، لكن هذه آخر ما قاله، وسنعود على نعود لمقاطع من كلامه. يقول: ولكن هذه المسألة، ما هي المسألة؟ سيبينها الآن لنا من؟ جماعة الإسلام. سؤال وجواب. ولذلك أنا أمس شكرت الوهابية، قلت أشكركم كثيرا، أرحتمونا بعرض تراثكم ذلك، كنا نتعب كثيرا حتى نحصل عليه. الآن ما شاء الله كتب ابن عثيمين شروطه ودروسه تحولت إلى كتب، فصار التجسيم صريحا مريحا. كان الإمام الكوثري قبل 70 سنة يقول: لو طبع تلبيس الجهمية سينفض الناس عن ابن تيمية، لأن الناس لأن أكثر المسلمين إذا رأوا ما يقول هؤلاء الناس سيتركونه، لأنه يعلمون أن هذا هو الباطل المبين. ماذا يقول الشيخ غفر الله له، ونرجو من الله تعالى أن يكون قد مات على غير ذلك. يقول: ولكن هذه المسألة، ومسألة الزيارة، يعني مسألة زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المسائل التي شذ فيها وخالف فيها الكافة، يعني شد الرحل لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك. من آباؤه؟ آل تيمية، القوم الصالحون، العلماء العاملون، وأصلا ما عرف ابن تيمية إلا من خلالهم، وكل من أثنى عليه أثنى عليه أن هذا رجل شاب نشيط من آل تيمية. كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع. من هم أهل البدع؟ أهل السنة والجماعة قاطبة، والسلف الصالح قاطبة، سماهم من؟ أهل البدع، لأن السلف عنده شيء آخر، هو يسميه سلف ويفصله كما يريد. إذن نعود، كنا نقول أنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول، إياك من الخوف، جاء به الرسول على رأيه، هو هكذا يقرره، سميه جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام،
دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول. تهويش خطابي لا قيمة له، فهو يفترض أن الأمة قاطبة حينما خالفت الشيخ ابن تيمية في مسألة زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لم يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو خالف العربية وخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بفهمه لذلك الحديث، قد شرحنا ذلك الحديث لا داعي أن نعود إليه مرة ثانية، هو سمى ما فهمه من الحديث كلام الرسول، وشتان بين فهمك لكلام الرسول وبين فهم الرسول في ذاته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أطبقت عليه الكافة. على كل حال جاء السؤال إلى ذلك الموقع الوهابي، والحمد لله أنهم أكدوا النقل ولم يرفضوه. قال: النقل المذكور يبين فيه شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان على عقيدة آبائه في مسألتي الصفات الاختيارية أو حلول الحوادث والزيارة. الحوادث تحول بالله سبحانه، حلول الحوادث بالله يسميها ماذا الشيخ ابن تيمية؟ منع حلول الحوادث في ذات الله يسميها ماذا؟ يسميها تقليد الآباء الذي عليه الكافة. يقول: وقد تأثر جماعة من الحنابلة بمذهب السالمية ونفوا حصول الفعل الاختياري من الرب تعالى، وهو مذهب ابن كلاب أيضا. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصفات الاختيارية، وهي الأمور التي يجب أن يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه، ومثل إحسانه وعدله، ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة، سماها صفات. فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شيء من الصفات ولا غيرها، سمى كل من خالفه. والنقل له في صفحة في الجزء السادس صفحة 217، سماهم ماذا؟ إما جهمية أو معتزلة، وابن كلاب يعني يقصد به الأشعرية، يعني الوهابية عندهم يعني الأشعرية يسمونهم كلابية، لأنهم رفضوا تلك التي سماها ابن تيمية صفات. يا أخي ما علاقتنا بابن تيمية احنا؟ فأنتم جهمية وأنتم مبتدعة وأنتم ضالون. نعم. وساق هكذا الموقع، هذا موقع الإسلام سؤال وجواب، وساق رحمه الله حجج النفاة وتسميتهم المسألة بحلول الحوادث وأجاب عنها، هو سماها، قال: هؤلاء يسمونها حلول الحوادث وهي عندي ليست حلول الحوادث. تمام. إلى أن قال صفحة الجزء السادس صفحة 258، كل النقل من هذا الموقع الإسلام سؤال وجواب، قال: والرؤية والسمع أمر وجودي لا بد له من موصوف يتصف به، فإذا كان هو الذي رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية، وأن تكون قائمة بغيره، فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال، وهذا مطعن لا حيلة فيه، ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة إلى آخره الكلام الذي ذكرناه أولا حدث من المتأخرين فيها شبه، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء. لا يا أخي، لا يا شيخ ابن تيمية، هذه الأباطيل التي أتيت بها آباؤك وأجدادك كانوا فيها على الحق المبين الموافق لما عليه السلف الصالح، وأنت قد تجاوزت حدود السلف والخلف. يعني أنتم تصوروا لماذا كل العلماء في ذلك العصر يعني يشتدون على ابن تيمية ويحاكم ويدخل السجن؟ يعني الرواية البسيطة التي ضحكوا بها عليكم وقالوا مؤامرة وحسد إلى آخره، لا، ليس الأمر كذلك. لماذا لم يشتدوا على باقي الحنابلة؟ والحنابلة مذهب قائم بذاته، المذاهب نعم يرفضون التأويل صحيح، ولكنهم من أهل التفويض، رفض التفويض في هذه الصفات ويسميه ماذا؟
يسمي اتباع أهل السنة والجماعة، وما أجمع عليه السلف الصالح يسميه ماذا؟ اتباع الآباء. نفس الشيء الذي فعله ابن عبد الوهاب حينما افترض كفر جميع المسلمين بما فيهم آباؤه وأجداده، وأنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. هذه العصية من تلك العصا. ابن عبد الوهاب يقلد ابن تيمية ويمشي خلفه حذو القذة بالقذة. أتى بأشياء عجيبة وغريبة ويسميها صفات. يقول أن الله تعالى يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. من أين أتيت بكلمة يسكت متى شاء هذه؟ ها؟ وإلا جاءك بإرهاب اتباع السلف. نعم الله له صفة الكلام، والسلف قالوا أمروها كما جاءت. يثبت لله النزول الحسي، هذه يسميها صفات، وهي حادثة، نزول من مكان إلى مكان، ارتبط بحادث، وما ارتبط بحادث فهو حادث. تعرض لله سبحانه وتعالى هذه الحوادث، يتحول من مكان إلى مكان. لكن جاء في القرآن، ماذا جاء في القرآن؟ جاء فهمك أم جاء القرآن؟ طيب الأمة ماذا قالوا؟ قالوا هذا متشابه. فكل تلك النصوص التي حملها السلف الصالح على معاني تليق بالله سبحانه وتعالى وأحجموا عن الخوض عن ظاهرها وقالوا إنه غير مراد، وقالوا إنها لا تفسر، وقالوا أمروها كما جاءت، كلها جاء الشيخ ابن تيمية يفسرها على ظاهرها ويصم المخالفين بأنهم بما فيه آباؤه وأجداده العلماء الصالحون، يصفهم بأنهم مبتدعة وأنهم جهمية وأنهم إلى آخره. الشيخ ابن تيمية يا قوم ترك مذهب آبائه وأجداده الحنابلة ومشى خلف الكرامية مع الأسف. فالرجل يسير خلف طريقة الكرامية 100%. ولذلك انتفض انتفاضا عجيبا حينما جاء الإمام فخر الإسلام الفخر الرازي ورد على الكرامية. لماذا تغضب يا شيخ ابن تيمية؟ ما دمت أنت من أهل السنة والجماعة وتتبع السلف، والفخر الرازي من أول كلمة إلى آخره يقول أنا أرد على الكرامية، والكرامية طائفة ضالة تزعم الانتساب للإمام أحمد، وقد أجمعت الأمة على ضلالهم القديم. الأمة لم تختلف في ضلال الكرامية وأنها فرقة منحرفة مجسمة، لكنها تنتسب إلى الإمام أحمد ويزعم ابن كرام أنه من تلاميذ الإمام أحمد. إذن الشيخ ابن تيمية ترك ما سماه مذهب الجهمية، والجهمية وعلى فكرة اضطرب كلامه في الجهمية في موضع في من مواضع ذكرته في تسجيل سابق، يصرح فيه في كتاب الفتاوى بأن من سماهم من سمى الأشعرية جهمية فهو لم يعرف لا الجهمية ولا الأشعرية، لأن الأشاعرة صفاتية يقولون بالصفات، والجهمية نفاة للصفات مطلقا، فكيف يكون هذا هذا؟ ترك مذهب الحنابلة وسماه اتباع الآباء. يعني إيش؟ أنا كنت زمان أظن من ابتكارات الوهابية وابن عبد الوهاب حينما يأتون إلى الآيات التي نزلت في الكافرين وفيجعلونها في المؤمنين. هو يسمي ما هو تقليد الآباء المذموم الذي حذر منه القرآن؟ وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فإذا اتباع المسلمين لطريقة الإمام أحمد وطريقة السلف الصالح في أن هذه تمر كما جاءت وأنها لا تفسر وأن الحوادث لا تقوم بالله سبحانه وتعالى، سماها الشيخ ابن تيمية ماذا؟ ها؟ سماها طريقة الآباء، وأتى بالبديل أخذه من الكرامية. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.